إيانا وإياكم، وإما لأنه أريد ذكره ثانيا على وجه يتضمن إيقاع الفعل على صريح لفظه، على صريح لفظه إظهارا لكمال العناية بوقوعه عليه. وقتي واهي ذكر مفعول كريت حزبناك ذكر كريت لبرما شون أجر ذكر كيف كيت جارك تردهم لا أورو بهر جور ذكر كراو ذكر كراو جاري دوهم كذكر أكرت يعني بفرزي هو كلا أورو جاري ذكر كراو جاري ذكر كراو بلامير بهر جور ببيت لجاري دوهما صراحة ذكر كري فقط بجوريك كمتلمين بلا بوي قاعد فعلك لسر سريح الذي مفعولك ك عائدة بيتو بولاي هل أم مفعولة لا أولو أم أمشت سر سريحك لبر إظهار كمال عناية بوقوع فعل لسر أم مفعولة شنكو يعني كأنه رازي نابي أم فعل بي لسلم أم مفعولة ياش أم متكلمك رازي نابي واقعك لسلم واخو الله ميرك اشتنايه لإسم زائرك بلام هر گره کسی اقعی که لسر نفسی خوی بله ازانی از یا چی؟ بله ما فعلی که متعدی من هیا بله مفعولی که یه جاره بلا میری ذکر کراو با جاره دوامین ذکر یکا تو سریح لبزکا اگر چی حقیشین ایتوانی اینی نکا فقط هانیم یسو ذکری کلو لبر اما که انهو ام متکلیم من رازی نابم بلا میرو شد عربی بی خمسر خویشو نبی احتمامی پی ادم سر أولى مثلا الآن إيسا شاعرك شعر يجي قد طلبنا قد طلبنا يمت هول ما عنده هول ما عنده بشون كوا أولى بها مثل هول ما عنده بشون مثل هال يبي هول ما عنده بشون مثل فلم نجي إيسا اللويا طلبنا حزما فلقه كراوة اللويا فقد دوهم حزبنا كره سريحة استخسما ندوهمك يا قد طلبنا يعني يما حولمان دابشون مثلي توغا فلم نجد لك في السؤدة والمجد والمكارم مثلا دسما النكوت لبوتو لقورية لسخاوة لمكارم أخلاقي باشا مثل ما نبوتو دزنكو إسا لسر أم مثل سقسا إيسا لبرويجة قد طلبنا لك يعني قد طلبنا لك مثلا أو حزب كراو كارمانية دباشا بو جاري دوهم بوشي حزب بوشي ذكر كردوه والله من ناكره بحر أم طلبة نجيدة لم نجيدة كيزم دسمانكو حر أبيبكو يتسر خدني مفعولك بصريحي عالي بي آوة يكي اكتري لوانا كلم شوينا احتمالي أبيه شون اگر بيجي قد طلبنا اگر قد طلبنا بي نايجي قد طلبنا فلم نجد لك يعني قد طلبنا مثلا لك يجي ولا اما بي أدبية لفال لك من مثل بينهم بيجم هول ما داوا مثل بوتو بدسخين تو شون بي أدبية توار مثل ورنية يعني بأدبية مواجهة ممدوحة كبه وكيك بيجي من هولم داوه بو وكمثل بو توب دوزمو بوه لبر تركي أدب هاتو جسارتي زاني ويجي قد طلبنا فلم نجد لك مثل فلم نجد لك في سودتي والأولو للاي قد طلب فلم نجد لك مثلا لبنيه يناوه انت قد طلبنا لك مثلا مثلينه يناوه شون مواجهة بوبه محبوبك أو كسك تعريف يكام أمدوحك مواجهيب بطلبي مثل بأدبية يجشتياوا وإما لأنه أريد ذكره أي ذكر المفعول ثانيا صراحة على وجه يتضمن إيقاع الفعل على صريح لفظه لا على الضمير العائد إلى الإلي ولا مفعول لبرشي يظهر لكمال العناية بوقوع الفعل عناية دا قصد متكلمك يعني متكلمك قصي أو يسزور اهتمام بابا وقيف لك لسر سريح مفعولك يعني حتى كأنه لا يرى أن يوقعه على ضميره وإن كان كناية عنه يعني متكلم رازي أن يفعلك داخل ضميري مفعولك بكا وكطلبناك علي أبي با ضميرك إش كناية لبري مفعولك أما وكو تيك قولي وكو قولي شاعري جي بختارية
قد طلبناه فلم نجد لك في السؤدد والمجد والمكارم مثلا. إيش شاهدك قي قد طلبنا لك مثلا. أما فحذف شاعر لقرا فحذف مثلا الذي مثلي حذف كردوا چون إذ لو ذكره تازا أقر ذكري كردوا أبوا ملأوي دوهمك بضمير بينايته يجا أبوا بيوتايا فلم نجده آوا إتا آخر مثلا مفعول أبو لم نجد أجر ذكري أجر لفيشو ذكري كداية أولا فلم نجدا فلم نجد هوي بوتايا مثلا نايا نايا شون إذ لو ذكره لكان المناسب فلم نجده فيفوت الغرر أعني إيقاع عدم الوجدان على صريح لفظ المسلم قريتسي لم نجدك لسر صريحك أبقى نقل سلاميرك وبوي بباتو بيجا فلم نجده ويجوز أن يكون السبب في حسب مفعول طلبنا أي شكري سببك لحسب مفعول طلبنا طلبنا مثلا لك ترك مواجهة الممدوح بطلب مثل له قصدا إلى المبالغة في التأدب معه زور أدبي كدو لقر ممدوحك لقر مخاطبك يعني كأنه لا يجوز عربي وجود المثل لو كانه شاعر بجواز نار اصلا مثل وممدوح كيبه ليطلبه يعني حتى يطلبه مثل هرنية طلبي وبكره فان العاقلش لا يطلب الا ما يجوز وجوده عاقلش هو النادى الا بشتين بك بلا يدرز به وجودك ام كانه مثل هرنية انت البوشي اللي طلبنا بيزم قد طلبنا لك مثلنا ومثل بوتية وإما للتعميم في المفعول مع الاختصار حسب مفعول بعد وقتك ذكر مفعول بعد وقتك أكره لبر تعميم وإما يعني حسب مفعول وإما للتعميم وإما للتعميم حسب مفعول كبعد وقتك أكره وتعميم فقد لقر اختصار هم تعميم واتيا هم اختصار شواتيا قال يا بي وكوشي إذا بيجا كابرا بيجا ياخد بيجا قد كان منك ما يؤلم لتوشتك تشتوى لتوشتك ربار من بو ما يؤلم قال يا بي كيشو آذار أغياني بكي أغياني يعني بهمو كسي نجب زيدو بعمرو أوانه يجي قد كان منك ما يؤلم شتيك تو بخوا تو فرخرقنا راحتك قد كان منك ما يؤلم يعني لتو صدوري بوشتيك وها كألم هاورا بوك أي كل أحد بتشي أزاني ستمنزور كل أحدنا والله بقرينة أن المقام مقام المبالغة وهذا التعميم وإن كان وإن أمكن أن يستفاد ديخو يجي أقار أجر ذكري شكر لا يو بصيغي عموم بوتايا كل أحدين هر أبينا أجيان أمنا يجي حسبك إلى بر تعميمة يخو أجر بعمومي هر بيجا كل أحد هر تعميمك يا رجيان آخر يجي اختصارك إنا أبو أم قضية لويا هم تعميمك يا هاتي أم اختصارك هاي وهذا من جواب وسؤالك مقدر كسي يجي يخو ذكري شيكي بيجي قد كان منك ما يؤلم كل أحد أو شر عموميتي هي أخرج اختصارك يا فوتا وهذا التعميم وإن أمكن أن يستفاد من ذكر المفعول بصيغة العمومي لكن يفوت الاختصار حينئذ أما اختصارك نامين وعليه أي وعلى حسب المفعول للتعميم مع الاختصار ورد قوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام نصر حسب مفعول وتعميم لقى الاختصار وارد وام قول خوي تعالى كافر من خوي تعالى بانك أبو دار السلام يعني والله يدعو كي كبانك هم حسب لقى الاختصار يعني والله يدعو كل الناس جميع الناس جميع عباده أي جميع عبادي فالمثال الأول يفيد العموم مبالغة مثال أول منك كيجي قد كان منك ما يؤلم يعني كل أحد
وايا او دسي جاي وبها مكسيك هو مبالغه، انا فقط دوها مكان والله يتعهر حقيقتنا تحقيقا خواباني همو كسيقكا وداري سلام ورقي دوزينا ويبهشت، وإما لمجرد الاختصار وقتي واهي حصري مفعول كأكريت لبل مجرد الاختصار. انت تعميم الشد يعني من أن يعتبر، من غير أن يعتبر، من غير أن يعتبر معه فائدة أخرى من التعميم وغيره. وفي بعض النسخ عند قيام قرينة، بعض النسخ قيام قرينة شيء فقط هو قيام قرينة لبروتمان نمان لو قارو يجب التقدير بحسب القرائن. بعض النسخ قيام قرينة شيء بلام وهو تذكرة لما سبق. أجر قيام قرينة بيت التذكرة بو بيشوكا كوتمان يجب التقدير بحسب القرائن ولا حاجة إليه ينيازي من بونيه، شوكو معلومة حسب لوقت قرينة بين أكره. وما يقال من أن المرادة عند قيام قرينة دالة على أن الحذف لمجرد الاختصار ليس بسديد تجا قاهز عند قيام قرينة بينه، بل عن منظور يعني وبي يعني بقرينة بيلا سر أما كحسبك بو مجرد اختصاره نك قرينة بيلا سر حسبك نك حذف هربي قرينة بيبي فقط قرينة كمان بو مجرد اختصار إيزي وخصيش باجني بو شون، لأن هذا المعنى معلوم حال يبي مع هذا ومع هذا جار في سائر الأقسام. الله لبرون شنكو أو معنى كلبر حزب بكري ولبر اختصار شتكي معلومة حال يبي يعني لو كوتي يجب التقدير بحسب القرائن يعني أبي شيء هي كاختصاري هرواتيا كبيجي حزب لبر قرينة ببي معناه وسي يعني أبي إني شيء ببي أبي اختصاري شيء حتما اختصاري حزب كبو حتما اختصاري واتيا. ومع هذا جائر في سائر الأرض لقال ما كخوي أزان لهالشي حسب كواية يعني حسب بعد الإبهام بحزب لبر وشنكو بزان أو قشتي لبر قشتي أميها تيك اختصارك ياتيا ولا وجه للتخصيص بمجرد الاختصار ناكري والتخصيص كي بيجي حسبك كأكري يعني لبر مجرد اختصار بلي هل لقرا تخصيصي كي بقرا وبيجي قرينة ببي بو أما كبو مجرد اختصار بو أواني كريش قرينة هرقى بو قشتان قرينة قرك وكوشي نحو أصغيت إليه إذا أصغيت إليه حسبي مفعولك كراوة لبر مجرد اختصار يعني من قوان بوغرد أصغيت إليه يعني أذني قرك بيجي أصغيت إليه أذني قوان بوغرد يبدأ مفعولك أذني حسب كراوة لبر مجرد اختصار حشون أيجي أصغيت شون إصغاء يعني جوان بوغرت ألقيت إليه أذني يعني جوان بوغرتو وعليه على الحسب لمجرد الاختصار لبر حسب ومجرد اختصار قولي خوي تعالى كأفرم ربي أرني أنظر إليك خوايا تو خط نشان بك تامن ما شايتوك أنظر إليك يعني شي يعني انظر الى ذاتك يعني ذاتك يعني يعني انظر ذاتك يعني ما شيء ذاتي كوكب اما اشكرا وذاتك عالية بي لبر اختصار. وها هنا بحث يعني لم حسبي لبو تعميم لقل اختصارا كلمتنك على اول وتمان وها هنا بحث لقراك وتمان حزب أكري لبر مجرد لبر تعميم واختصار آلوا بحثك كامسار وهو أن الحسب للتعميم مع الاختصار هو تعميم حزب لقل تعميم لقل اختصارا حزب بكيت هو تعميم لقل اختصارا إن لم يكن فيه قرينة دالة على أن المقدر عام فلا تعميم أصلا باشا أقر قرينة نبي لسر أو كأوي كحذف كراوة شتيكي عامة أو حسب لخوي ذات نسر تعميمك إيسا مثلا والله يدعو إلى دار السلام كي دعوتك
أبي خو قرينة بك جميع الناس بله يا خو أجر قرينك النبي لسر أوك أو حذف كراوك أبو تعميمه خدي حسبك تايوار بك تعميم ناقة يعني بله وإن كانت أجر قرينة يجبو بس فالتعميم مستفاد من عموم المقدر لكل جميع الناس هو الإجرية سواء حذف أو لم يحبس تواك أو قرين أبو بقرين كجميع الناس دوزيتو يا ما يؤلم كل أحد دوزيتو كدوزيتو تازا عموميتك إلى لفظك هو الإجرية يتنك بيجي قرين لحسبك هو حسب كري يعني بي كل يؤلم كل أحد له هو الإجرية كابه فالحسب لا يكون إلا لمجرد الاختصار يعني أبي حذف هل بيجا لبر مجرد اختصار شو التعميم وأنا لبزي يعني كابه لياقتني قولي مستنب كأفرمي وإما للتعميم مع الاختصار أو تعميمين أبي شو نوهين حسبك النهارين لبزك أخويتي بلى أم خرافة أنا قلتها وإما للرعاية على الفاصلة يا وقتي وإلى بالرعاية لسر فاصلة فاصلة نسر آيادني بلى ويحسب كرا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى إذا لما ودعك مفعول هي برام لما قلان يا بو تسر آيتك كان أصلا كيشي بو وما قلى وما قلاك يعني قارين قلا في علي مازية يعني خوارقي لتوال نصاوة عالية بي لبر سرايتك كان والروحاء والليل إذا سجى أفرمي وما قلا أي وما قلاك قال يا بي أي باشا أما اختصاري واسيا اختصاري ما قلت يعني والله هات يا أخوي ما يزن لبر رعاتي فاصلة سرايته أما وحصول الاختصار أيضا ظاهر فيك بجواب سؤالي حصول الاختصار هل هي هاي وكو حصولي أيضا كان وكو حصول الرعاية فاصلة هي سر آية رعايتي حصول اختصاري شر هي وإما لاستهجان ذكره يا لبر وستشون ذكري مفعولك قبيحة في عمر فرمي يا عائشة كقول عائشة في عائشة فرمي ما رأيت منه ولا رأى مني إنك يا عمر لم نوديه حسب مفعولك كرا ولا هرج كان شون رأى متعدية ما رأيت منه ولا رأى مني أما منزور عورته حذف كرا ولا بل أو ذكرك باجنية وإما لنكتة أخرى يا لبر نكتيك ترى أخرى منه مثلا حسب كريت تركت إخفاي أم مفعول بكيت لسامعك أصلا هيش كذبان زاد أريد تمكني من إنكاري يا أقروت من الله زيد زيد ليدا حسمي مفعولك يا كي بان نزان هيش كسيك أقروت يا توتو تا زيدا إلى عمر بيزي من كي ناوى يا تو إهانة الكربة فرانكز نيزي من إهانة في كربوة إن مسد إليه حاجة وقتك أقر حا احتياجي باعز بيبو إنكارك أو تعيني حقيقة أو إدعان يا حسبك أكريه لبرو شنكو مفعولك حقيقة معينة يا إدعاء أنتو إدعاء واكيت مثلا أكوشي يا نحوي أمانوك وكزوان المحفوظ بيلي مثلا وقتي واهية حسبك أكريت عالية بي حسبك أكريت لبرو شن إدعاء واكيت كحتما نبي همو كذبية بزاني مثلا وكو بيجي واهيب واهب الألوف واهب الألوف كي واهب الألوف بيش بزاني كسلطان مكاريكا عالية بي يا مثلا وقتي واهية اگر بيجي أم كي أما يكردو يا أما لسر كي واقع بوا أما قضي لسر حسب انت الحسب مطلق مفعول بي يا حسبي مفعول بي يا هرشي بي يكلم فايداني هي عالية بي تواو ترى أمام موضوعي ترى يجي تقديمي مفعول مفعول فعل يعني نحوي مفعول جار ومجرور نية ظرف نية حال نية تمييز نية استثناء نية أما أنا كمعمولاتي فعلا حقني لدواو بن بوشي في شخرة والله لبر قصر لرد الخطأ في تعيني واختي وابو أي كي تقصر القلب
كابراوا أزاني تو فرانكس ناسيوة أيش يجي تو يجي نخير نورا من أم ناس أو من ناسيوة هو تبو تعينك هو في جنسي لوقتها قصر القلب وقت واي وازاني لقل سنة فريكا أبو يجي نخير نورا حتى نها أمو أو أنت النبون قصر الإفراد في جنسي حالي أبي قصر القلب وقصر الإفراد وقصر الإفراد قصر التعيين وأوانا سا أما خوي لما لا بس يوانك الآن مثلا وكتب زيدا عرفت زيدا عرفت هر زيد مناسي ومن بوكي أما يجي زيدا عرفت لمن يعتقد أنك عرفت إنسانا وأزانا يكيك ديوة فلام عقيدة لسر وسك غير زيدة تو يجيبا خطأ كردوا هر زيد بو بو تأكيد كيشي لا غيره يعني لا غيره يبو يعني يعني زيدان عرفت لا غيره أوا عالي أبي رحمة الله.